مئات الآلاف من طلبة المدارس في الأردن عادوا إلى مقاعدهم، وذلك لسد الفجوة التعليمية التي طالت الدراسة أثناء فترة التعلم عن بعد. دانا وآية من الصف العاشر حضرتا لتلقي دروس وإجراء مراجعة مع المعلمة والزميلات استعداداً للعام الدراسي الجديد. ضيعنا تقريباً من عمرنا سنة ونص، فإنه المفروض نراجع هذا كله، فلهيك اجينا على المدرسة عشان نراجع الأشياء اللي راحت علينا حتى لو قبل الدوام فترة بسيطة. نراجع المواد اللي قبل، لأنه إحنا بالأونلاين مش كتير كنا نفهم المواد، فقررنا فيعني لازم نرجعهم قبل ما يرجع وجاه التعليم، لأنه في سنة ونص تقريبا راحت علينا ومش الكل كان يدرسهم. إذن هو انطلاق برنامج تعويض الفاقد التعليمي في الأردن، والذي يهدف لتهيئة الطلبة ذهنيا وعمليا ورفع قدراتهم المعرفية والتعليمية في مواد رئيسة كالرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية. البرنامج مجاني ويشمل الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الحادي عشر من المرحلة الثانوية. عندما نتكلم عن الفاقد أيضا نتكلم عن ما يحتوي المفاهيم والمصطلحات والحقائق التي يحتاجها الطالب حتى ينتقل إلى الصف الذي يليه. حقيقة يمكن أكثر المتضررين من اللي هو فترة الجائحة اللي هو طلبة الصف الثاني والثالث الأساسي. الجهات المختصة شددت على تطبيق اشتراطات صحية للعودة إلى المدارس، منها ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وإجراء فحوص كورونا، والأهم تلقي أطراف العملية التعليمية لقاحات مضادة للفيروس. قبل الموعد التحق الطلبة بصفوفهم الدراسية لتعويض الفاقد التعليمي نتيجة للدراسة عن بعد، وهو تطبيق عملي لعودة التعليم الوجاهي وإجراء يراه مراقبون لابد منه للتأكد من سلامة العملية التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد. نايف مشاقبة، سكنوز عربية، عمان.